وإلى السليمانية، حيث تراوح الأزمة المالية في المحافظة مكانها بسبب عدم توفر السيولة المالية الكافية في المصارف لتمويل المشاريع الدائمة واليومية، وسط مطالبات بتوحيد الرؤى والتفاوض مع بغداد بفريق واحد للخروج من الأزمة الحالية. عباس محمد والتفاصيل. ما زالت الأزمة الاقتصادية تحاصر الإقليم من عدة اتجاهات، ولأسباب كثيرة لا يستطيع الإقليم وحده معالجتها. فبالرغم من عقد اتفاقية نفطية بين بغداد وأربيل مؤخرا، إلا أن إيقاف الصادرات النفطية من الإقليم كلف الإقليم خسائر مالية كبيرة تحتاج إلى مساعدة حقيقة من بغداد للخروج بأقل الخسائر. هناك تفاهمات بين حكومة إقليم وحكومة اتحادية، وهذه التفاهمات ينعكس على حالة المواطنين. نعم، هناك أزمة مالية في إقليم كردستان بسبب وقف إرسال النفط عن طريق تركيا، وأيضا خلاف بين الحزبين الكبيرين حول إدارة البلد والمسألة الانتخابات انعكست على معيشة المواطنين وحالة حركة السوق. أيضا كل هذا المشاكل ينعكس على استقرار السياسي أيضا في إقليم العراق. منه سياسيون كرد يجدون أن الأزمة المالية الحالية لا ترتبط فقط بإيقاف تصدير نفط الإقليم حاليا، مؤكدين أن المرحلة الحالية بحاجة إلى تفاوض أكبر مع بغداد من خلال مشاركة جميع الأطراف الكردية فيه للوصول إلى نتائج إيجابية. هو الأزمة المالية أساسا بدأت من خلال رأس مال الحر و مسألة بيع النفط عن طريق إقليم كردستان، فيجب حلها. والاتفاق مع الحكومة الاتحادية، لأن تأثير الأزمة المالية له تأثير مباشر على وضع الخدمي والوضع الصحي والوضع الاقتصادي لكافة مواطنين في إقليم كردستان. التفاوض مع بغداد بقوة واحدة وبتفاهم بين الأحزاب السياسية اللي موجودة في داخل إقليم كردستان، يمكن التفاوض راح يكون أقوى ونتائج راح يكون إيجابية. ذكر المواطنين أكيد راح تكون هناك حلول. وبلغت خسائر حكومة إقليم كردستان من الإيرادات جراء توقف صادرات النفط وفق مصادر خاصة بقناة صلاح الدين الفضائية أكثر من 850 مليون دولار، وفقا لتقديرات مستندة إلى تصدير 375 ألف برميلا يوميا. والخصم التاريخي الذي تقدمه حكومة الإقليم مقابل خام برنت وتوقف التصدير لمدة شهرين تقريبا. عباس محمد، قناة صلاح الدين الفضائية.